بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للكباتن الكبيره اللي موجوده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه حسني، وكابتن احمد بلال. اهلا بيك يا كابتن. بدايه بنقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك للاعبين والجهاز الفني والمجلس الاداره على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك للنادي الزمالك. كابتن ايمن، قبل ما نخش في التحليل الحاله التحكيميه، عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا. كنت حضرتك سالتني في الاسبوع الاول من هم افضل طاقم تحكيم في الاسبوع كله. مظبوط. تمام. واحنا من خلال قناه النادي الاهلي يا بلال والفقره التحكيميه قيمنا الحكام بالمعايير مش بالمجامله. احنا قلنا كان افضل طاقم تحكيم كان متكون من محمد عادل كان حكم الميدان، كان يوسف البساطي كان حكم مساعد اللي هم اداروا مباراه الاهلي والاسماعيلي كابتن بلال. صحيح. وقلنا ان احمد الغنور كان على الفار، قلنا الافضل، قلنا الثلاثه دولت كانوا الافضل. ليه وقلنا الافضل؟ مش عشان النادي الاهلي كسب، انه الافضل بمعايير ان كان هناك تفاهم ما بين حكم الساحه وحكم الفار. قلنا الحكم المساعد تميز في بعض الحالات التحكيميه. اذا النهارده رؤيتنا كابتن ايمن من خلال استوديو التحليل المحترم اللي احنا بنتكلم فيه مصداقيه ورؤيه التحكيم توافقت تماما 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 مع لجنه الحكام في اختيار طاقم التحكيم القمه اللي هم محمد عادل واحمد الغندور على الفار، ويوسف البساطي كان حكم مساعد باستثناء احمد حسام اللي دخل حكم مساعد رقم واحد. ده اللي انا كنت حابب اقوله يا كابتن ايمن. ليه؟ لان احنا بنقيم الحكام بمعايير مش بنتيجه المباراه ولا باي شيء ثاني غير المعايير اللي هي بتبقى صحيح. دقيقه. بشكل عام بنقول ان طاقم التحكيم النهارده كابتن شريف ادار المباراه بكفاءه، وحاول المباراه صعبه. صعبه ليه؟ لان هناك اختبارات كثيره جدا جدا لحكم الميدان كابتن علاء، حكم مساعد رقم واحد واثنين، ايضا لحكم الفار كان هناك اختبارات كثيره جدا في الصندوق هنا وهنا. نجح بشكل كبير، قد نختلف في حاله او حالتين، ولكن دوت ما يقللش من النهارده الطاقم بالكامل تميز في اداره المباراه، نجحوا نجاح كبير طبعا. وكمان تعيين طاقم التحكيم زي ما قلت توافقت رؤيه لجنه الحكام في تقييمنا لطاقم التحكيم، كان تعيين صائب من لجنه الحكام الرئاسيه.